دلوقتي انا في الهوم بتاع الويب سايت هشوف السبلايرز بتوعي سبلاير ليست، عندي سبلاير 1 و سبلاير 2. تمام، هتشيك الايتم ليست بتاعتي. الايتم ليست انا هنا عندي جاكيت وشوز والفابريك، هما دول البرودكتس بتاعتي اللي في الايتم ليست. نشوف الكاستمر ليست. الكاستمر بتاعي اسمه احمد. هبتدي اشوف البيلو. دلوقتي انا هعمل purchase order، بس الاول هعمل request for quotation. Add request for quotation، حط ال suppliers بتوعي، supplier 1 و supplier 2، واختار ال item بتاعي هنا shoes، quantity هخليها 10، وال email template هخليها dispatch notification. save submit، وهعمل supplier quotation واحدة لكل supplier عندي عشان احدد ال rate بتاعه. اول supplier اخليها 250، وال purchase tax save submit، وهعمل supplier quotation لل supplier التاني. اختار ال trade item بتاعي، quantity و rate اخليه 200، و زي الاول ال tax save submit. وهعمل دلوقتي purchase order لتاني supplier عشان اعرف ان هو الاقل، خليها required by اخر الشهر. التارجت ويرهاوس اخليه finished goods، يروح على الويرهاوس ده. tax save submit. كده انا عملت ال purchase order. هنعمل دلوقتي ال stock after purchase process. هندخل في ال buying هنا، purchase order، هنلاقي عندنا already supplier Steven Bell، ندخل عليها، هنعمل create purchase receipt، تمام، هنلاقي الداتا بتاعتنا موجودة هنا عادي. save تمام. هنعمل create purchase invoice، برضو هنا هن check الداتا موجودة زي ما هي. تمام، save submit. تمام، هنيجي عند ال payment، mode of payment، عندنا كذا mode of payment، هنختار ال cash save كده. نتأكد إن هي سمعت في الـ General Ledger، هندوس على Ledger،
تمام كده، ادي البيمنت بتاعتنا فلوس، ادي السبلاير كل الانفورميشن بتاعتنا. كده احنا تمام.